قبيل ختام مشاركته في القمة العالمية للحكومات بدبي، الرئيس السيسي يلتقي رئيس البنك الإسلامي للتنمية ورئيسة وزراء تونس. مدبول يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات مقترحات لدعم الصناعة وتيسيرات أسعار الأراضي الصناعية وطرق السداد. رغم مرور 8 أيام على الزلزال المدمر، إنقاذ 4 أشخاص من تحت الأنقاض في تركيا، وحصيلة الضحايا تصل إلى 32,000. 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. القمة العالمية للحكومات بدبي منصة دولية رفيعة المستوى، تعقد في دولة الإمارات وتمثل مناسبة للتفاعل والتحاور بين قادة ورؤساء العالم في شتى المجالات. وتكمن أهمية نسخة هذا العام من القمة بمشاركة مصرية رفيعة المستوى، وكون مصر هي ضيف شرف نسخة هذا العام. اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته إلى الإمارات بعد مشاركته كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات بدبي. قبيل عودته أكد الرئيس السيسي دعم مصر لكافة جهود التنمية والإصلاح بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد، فضلا عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء في تونس. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي في دبي رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين على عمق الروابط التي تجمع الجانبين والحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين. هذا وتم التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق والمتابعة بين الجانبين في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في دبي مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد مناقشة أطر التعاون القائم بين مصر والبنك في القطاعات ذات الأولوية لعملية التنمية الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة في ضوء الدور المهم الذي قام به البنك خلال السنوات الماضية كشريك في العملية التنموية في مصر. كما تم التباحث بشأن الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتي ساهمت في صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ومواصلته النمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. We'll be right back.
أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية محمود محي الدين أهمية المشاركة المصرية في القمة العالمية للحكومات في دبي. قال محي الدين إن الرئيس السيسي شرح تطورات الأوضاع في مصر خلال حديثه في الجلسة الرئيسية. كانت فرصة كبيرة جدا بهذا الوفد رفيع المستوى الذي رأسه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالمشاركة في عدد كبير جدا من الفعاليات. طبعا المشاهد للكافة هذه اللقاءات اللي تمت على في القاعة الرئيسية كمتحدث رئيسي سيادة الرئيس والذي شرح التطورات الأوضاع في مصر والتعامل مع التحديات المختلفة وأيضا الفرص المتاحة في مصر. ولكن كانت هناك أيضا عدد كبير جدا من اللقاءات والتي أعتبرها بشكل عام وأيضا في حالة مصر لا تقل أهمية عن الفعاليات التي تتم في إطار اللقاءات العامة وتلك المشاورات المهمة الجلسات والاجتماعات التي تمت بالمناقشة إما مع ممثلين لمؤسسات مالية دولية زي صندوق النقد الدولي أو اللقاء مع المستثمري القطاع الخاص سواء من كبار الحجم ذوي القدرة العالية على التمويل والاستثمار. هذا وقد أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية محمود محي الدين أهمية الذكاء الاصطناعي والمدن الخضراء للاقتصاد والمجتمع. وشدد محي الدين على أهمية الاستثمار بشكل ضخم في العنصر البشري. في كافة الجلسات خاصة تلك التي اهتمت بموضوع التكنولوجيا ومستجداتها ومستحدثاتها واحنا بنتكلم الآن في جلستين مهمين عن موضوع الذكاء الاصطناعي والمدن الخضراء ودورهم في الاقتصاد وفي المجتمع والاستثمارات المهمة التي يجب دفعها في هذا الاتجاه. تحتاج استثمارات ضخمة في رأس المال البشري، تعليم المهارات وقدرتها على التنافس الدولي، الرعاية الصحية، كان في حديث مهم كحرك شفت مشاركة كبيرة من عدد من وزراء الصحة في المنطقة العربية وحول العالم، خاصة العالم لم يتعافى بالكامل من جائحة كورونا، الأزمات المرتبطة بالمشكلات الجيوسياسية والحرب في أوكرانيا جعلت هناك حديث مهم عن كيفية تمتين الاقتصاد والمجتمع ضد الصدمات الخارجية. قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية محمود محي الدين إن نحو 100 دولة نامية تتعرض لمشكلات متفاوتة في عمقها وحدتها وذلك بسبب التعامل مع المديونية الخارجية. وأشار محي الدين إلى أن 6 دول طلبت إعادة الهيكلة وإسعافها من مشاق العقبات التي تواجهها في التعامل مع المديونية. الأمر المهم أيضا هو الاستثمارات المطلوبة ليس فقط في البنية الأساسية التقليدية ولكن البنية الأساسية التكنولوجية. كل ده يحتاج 3 حاجات. احنا اتكلمنا على استثمار رأس مال بشري وبنية أساسية وتكنولوجية وتمتين المجتمع والاقتصاد ضد الصدمات. ده يحتاج 3 حاجات. أول حاجة أنك تمنع الأذى بأنه هذه المديونيات المتراكمة التي تتعرض لها عدد كبير جدا من بلدان العالم وفقا لتقدير الأمم المتحدة أن هناك 100 دولة نامية تتعرض لمشكلات متفاوتة في عمقها وحدتها حول موضوع التعامل مع المديونية الخارجية. يجب منع تفاقم هذه الأزمة ولا نجد أعداد أكبر من الدول. احنا حتى الآن في هناك حوالي 6 دول نامية طلبت إعادة الهيكلة وإسعافها من مشاق والعقبات التي تواجهها في التعامل مع المديونية. والآن نتحول على الهواء مباشرة لمتابعة وقائع الجلسة التي تحمل عنوان الإزدهار العربي والتنمية. وبالتالي الفضاء العربي ده بيتعرض لهذا القدر من الضغط وأيضا من العالم الخارجي، وبالتالي الجامعة العربية شيء يحافظ عليه لمصلحة العرب حتى ولو كانت أحيانا لا تبدو أنها بهذا القدر من الفاعلية. شكرا جزيلا لك معالي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، نورتنا، أهلا وسهلا. شكرا بي. جزيلا شكرا يا جماعة. يلا نشكر معاليكم متابعة ملف دعم قطاع الصناعة. بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس اتحاد الصناعات بعض المقترحات في هذا الشأن،
وخلال الاجتماع واجه مدبولي باستيفاء شروط اعتماد عدد من المعامل لاختبار المنتجات المصرية بدلا من إرسالها للخارج، وهو ما سيسهم في توفير النقد الأجنبي وتوفير الوقت. كما تم خلال اللقاء التوافق على عدد من التيسيرات المرتبطة بأسعار الأراضي الصناعية وطرق السداد، وذلك بما يسهم في دفع هذا القطاع خلال هذه المرحلة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي بالعاصمة الإدارية الجديدة. أوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال هذا الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت الإشارة إلى آخر المستجدات الخاصة بمكونات مشروع التحول الرقمي وما يتضمنه من تطبيقات تخصصية وتشاركية، وما تم تنفيذه من برامج تدريب متنوعة على تلك التطبيقات لمختلف العاملين المنتقلين. كما تناول الاجتماع أيضا موقف جاهزية المباني الحكومية وما يتعلق بمشروع التحول الرقمي لمختلف الوزارات والجهات الداخلة ضمن المراحل الثانية والثالثة من مراحل الانتقال الفعلي للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة. وشهد الاجتماع أيضا استعراض أعمال البنية التحتية التكنولوجية لمقار الجهات بالحي الحكومي، حيث تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بشبكات نقل البيانات داخل المباني بالحي الحكومي، فقد تم تركيب أجهزة الشبكات بمركز الاتصالات الرئيسية وبغرف التجميع داخل المباني. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. واستهل مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى المتابعة الدورية التي توليها الحكومة للموقف التنفيذي للمشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بما يسهم في سرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية التي يستفيد بها السكان هذه القرى. وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة والمتضمنة ل 2477 قرية ونسب تقدم الأعمال بتلك المشروعات والموقف التنفيذي لأعمال المرافق في عدة قطاعات. أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن ارتفاع المستوى العام للأسعار في مصر. تناولت هذه الوثيقة سمة الموجة التضخمية العالمية بالإضافة إلى أسبابها واتجاهات التضخم الحالية في مصر وتوقعات معدل التضخم في مصر خلال عامي 2023 و2024، وكذلك سياسات الحكومة لتخفيف الضغوطات السعرية على المواطنين. أشارت الوثيقة كذلك إلى توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض معدل التضخم في مصر ليصل إلى نحو 12% خلال عام 2023، والجهود التي تبذلها الحكومة لتبني العديد من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. We'll be right back.
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن نحو 2.5 مليون طن من مستلزمات الأعلاف خلال الفترة الماضية بقيمة 1.250 مليار دولار. وخلال اجتماع للوزير السيد القصير مع بعض منتجي الدواجن لبحث الآليات الخاصة بالاستقرار في السوق، أكد الوزير الحرص على استقرار صناعة الدواجن، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك لضبط الأسعار، كما قامت بتفعيل الزراعة التعاقدية في المحاصيل الاستراتيجية. وطالب القصير منتجي الدواجن بالانضمام إلى المنظومة لحمايتهم من تقلبات الأسعار العالمية، وأضاف أن هيئة السلع التموينية قامت باستيراد الذرة الصفراء وسوف يتم توزيعها مباشرة على أصحاب المزارع الصغيرة ومصانع الأعلاف بالتنسيق مع وزارة التموين لمنع الوسطاء وبالتالي تقليل التكلفة. تتواصل فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبتس 2023، وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا على الهواء مباشرة مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، لك أن تطلعين على أبرز فعاليات اليوم بمعرض إيجيبتس 2023. بعد التحية، بالفعل نتابع معكم الفعاليات المستمرة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول في نسخته السادسة. هذه النسخة التي بدأت منذ أمس بعد الافتتاح الرسمي الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر حتى الغد أي 15 من شهر فبراير الجاري، وذلك تحت شعار شمال أفريقيا والبحر المتوسط لدعم إمدادات الطاقة والطلب المستدام. كما ذكرت، هذه الدورة تحظى باهتمام رئاسي عن طريق حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح هذه النسخة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول، والذي أكد خلال الافتتاح أن مثل هذه الفعاليات والشراكات ستؤدي إلى تخفيف الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضا ستقوم بتخفيف الطلب على الغاز لأوروبا خلال الفترة المقبلة عن طريق الشراكات التي تتم، وأيضا الاكتشافات المرتقبة في المنطقة العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص. إذا تحدثنا بشكل أكثر تفصيلا عن هذه النسخة، هذا المؤتمر له أجندة موسعة بتتمثل في 5 محاور رئيسية، هي المحور الاستراتيجي والفني والتمويل والاستثمار، المساواة بين الجنسين، والاستدامة في الطاقة. هذه المحاور تتم عن طريق ما يقارب من 65 حلقة نقاشية تجمع أكثر من 2000 مفوض إلى جانب 260 من المتحدثين، يعرضون الرؤى والأفكار التي تتمحور حول 3 ركائز أساسية، هي الاقتصادات الجيوسياسية والعالمية وتحول وحلول الطاقة والجيل القادم من النظم البيئية للبترول والنفط والطاقة. أيضا يسلط المؤتمر الدور على الدور المتعاظم لشمال أفريقيا والبحر المتوسط في أيضا دعم العرض والطلب على الطاقة العالمية. شكرا مراسلة التلفزيون المصرية جرمين إبراهيم، شكرا جزيلا على هذه المتابعة. تحية لكم من جديد، ونتحول إلى تطورات أزمة الزلزال في كل من سوريا وتركيا. الحمد لله على السلامة. تمكنت فرق الإنقاذ بمدينة كهرمان مرعش التركية من انتشال وإنقاذ 4 أشخاص من تحت الأنقاض، وذلك بعد نحو 200 ساعة من وقوع الزلزال. وقالت شبكة CNN ترك إن رجال الإنقاذ انتشلوا شابا عمره 17 عاما ورجلا آخر لم تحدد هويته من تحت أنقاض مبنى سكني في كهرمان مرعش، وبثت الشبكة لقطات لعمال الإنقاذ يحملون شخصين على محفتين في انتظار وصول
وصول سيارات الإسعاف، كما تم إنقاذ شخص ثالث في آدي مانو وسيدة. أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مطلع الأسبوع الماضي إلى 31,974 شخص. أوضحت أفاد أن 2724 هزة ارتدادية قد وقعت عقب الزلزالين الرئيسيين اللذين بلغت شدتهما 7.7 و7.6 درجة، مضيفة أنه تم إجلاء 158,165 شخصا من المناطق المنكوبة جراء هذا الزلزال الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا. لا تزال الحياة تفاجئنا بإصرارها على الاستمرار خارج حسابات الطبيعة، فبعد نحو 200 ساعة من البقاء تحت أنقاض المباني المنكوبة، نجحت عناصر الإنقاذ في انتشال شخصين على قيد الحياة في كهرمان مرعش بتركيا. عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا تجاوز 37,000 شخص وعشرات الآلاف من المصابين، إضافة إلى مليارات الدولارات تتطلبها إعادة إعمار المناطق المنكوبة. في سوريا تتوالى محاولات مواجهة واحتواء تداعيات الأزمة، حيث تضافرت الجهود على تنوعها لمساعدة المتضررين من الزلزال في كل المناطق المنكوبة. ففي اللاذقية بسوريا احتشد متطوعون في المحافظة الساحلية لمساعدة مئات الأشخاص الذين تضرروا، حيث يعد المتطوعون نحو 100 وجبة يوميا، بينما توزع مساعدات أخرى تشمل إمدادات غذائية أساسية وأحذية وملابس. الأمم المتحدة من جانبها بدأت الحديث عن توجه عملياتها من عمليات الإنقاذ نحو العمليات الإنسانية لدعم الناجين والمنكوبين والنازحين. وتعهد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارتن جريفيث بتوفير الاحتياجات اللازمة للمتضررين من الزلزال، وأشار إلى أن عمليات الإنقاذ من الزلزال تقترب من نهايتها. نحن ننظر إلى الأشهر الثلاثة القادمة، لذا فإن طلبات المساعدة التي ستنطلق ستكون واحدة لسوريا وواحدة لتركيا، وستغطي نحو 3 أشهر من الاحتياجات الإنسانية في البلدين. لقد أوشكت عمليات البحث عن ناجين من تحت الأنقاض بالإضافة لاستخراج جثث الضحايا من نهايتها، والآن المرحلة الإنسانية والحاجة الملحة لتوفير المأوى، الرعاية النفسية والاجتماعية والغذاء والتعليم والشعور بالمستقبل لهؤلاء الأشخاص. هذا هو واجبنا الآن. تداعيات الزلزال المدمر لن تنتهي قريبا، وتبقى الجهود في سباق مع الزمن لمحاولة إعادة الحياة إلى مسارها في المناطق المنكوبة في البلدين. أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 7 ملايين طفل قد تأثروا بالزلزال المدمر والهزات الارتدادية الكبيرة التي أعقبته في تركيا وسوريا الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونيسف إن مجموع الأطفال الذين يعيشون في المحافظات العشرة التي ضربها الزلزال في تركيا يبلغ نحو 4.6 مليون طفل، وبينما يعيش نحو 2.5 مليون طفل في المناطق السورية التي ضربها الزلزال. قال الكرملين إن حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة يظهر عداءه لروسيا كل يوم، وبات منخرطا على نحو متزايد في الصراع بأوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الحلف يبذل قصارى جهده لجعل مشاركته في الصراع بأوكرانيا واضحة قدر الإمكان. وقالت روسيا إن إمداد دول حلف شمال الأطلنطي أوكرانيا بأسلحة يؤدي إلى إطالة أمد الصراع ورفع احتمال زيادة التصعيد.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الولايات المتحدة تعمل على تدمير أوكرانيا وإبادة شعبها. أضافت زاخاروفا أن مسؤولين أمريكيين يدفعون نظام كييف إلى تكثيف الأعمال القتالية. كانت زاخاروفا قد أكدت في وقت سابق أن المساعدات الغربية المتزايدة لكييف لن تستثمر في خدمة الشعب الأوكراني الذي تتم التضحية من أجل طموحات الجيوسياسية للغرب وأطماع القيادة الأوكرانية. очевидно все приведённые факты должны стать предметом международного расследования. قال رئيس الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم كييف كبش فداء وأداة في حربها بالوكالة ضد روسيا. وأضاف أن أوكرانيا تمارس بنجاح دورها الذي حدده لها السيناريو الغربي كنقطة تمركز للعداء الغربي ضد روسيا. وأوضح أن إمداد الغرب المستمر لأوكرانيا بالأموال والأسلحة ومختلف أنواع المعدات العسكرية يهدف إلى جري أوكرانيا نحو فجوة ديون هائلة ومحاولة تأخير تحقيق روسيا لأهدافها من العملية العسكرية الخاصة. يذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تضم حاليا روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان. На этом фоне попытки отдельных государств укрепить собственные позиции. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن حلف شمال الأطلنطي الناتو متحد في مواجهة روسيا أكثر من أي وقت مضى. وأكد أوستن خلال اجتماع وزراء دفاع الحلف ببروكسل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا من خلال تدريب جنودها على الأسلحة الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم تقديم الدعم لأوكرانيا على المدى البعيد. كما شدد وزير الدفاع الأمريكي على ضرورة تحقيق كل وعود الدعم التي حصلت عليها كييف. for equipment at our last meeting in Ramstein. So we're fortunate to be joined again by my good friend, Ukrainian Minister of Defense, Oleksiy Reznikov. And Oleksiy, thanks for your leadership and for joining us again today. كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ عن تعهد الحلفاء بتزويد أوكرانيا بالمدفعية والعربات المدرعة والدبابات وأنظمة الدفاع الجوي. يأتي هذا في حين تبحث الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي سبل تسريع شحناتها من الأسلحة والدخائر إلى أوكرانيا خلال لقاء في بروكسل ستتم خلاله مناقشة تزويد كييف بالطائرات المقاتلة. The first year of the terrible war in Ukraine, the full-fledged invasion. أفادت وكالة بلومبرغ أن حلف ناتو يعمل على تطوير خطة للانخراط في عدة صراعات متزامنة في دول تقع خارج نطاق صلاحياته ومسؤولياته. وفقا للوكالة فإن الوثيقة السرية التي سيوقعها وزراء دفاع حلف ناتو خلال اجتماعهم اليوم وغدا ببروكسل ستتضمن خطة عمل مدروسة في حالة مشاركة دول الحلف في صراعات محتدمة تستند إلى التزامات الدفاع المشترك بين دول الحلف بموجب المادة الخامسة من ميثاق المنظمة، وكذلك في حال انخراطهم في صراعات تقع في مناطق خارج مسؤولية الحلف. قال وزير الدفاع الألماني إن بلاده قد وقعت عقودا لاستئناف إنتاج الذخيرة لمدافع جيبورد المضادة للطائرات التي سلمتها لكييف. وأضاف أن ألمانيا ستبدأ سريعا في إنتاج الذخيرة في راينميتال هذا، وكانت برلين تحاول منذ شهور العثور على ذخيرة جديدة للمدفع المضاد للطائرات. We'll be right back.
قال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكساندر بورتنيكوف إن عدد الهجمات الأوكرانية ضد الهيئات الحكومية والبنية التحتية العسكرية الروسية قد ارتفع بشكل كبير. وكشف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي خلال اجتماع لمركز المعلومات التابع للجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن عدد التعديات التي قامت بها الأجهزة الأمنية الخاصة الأوكرانية والتشكيلات القومية بدعم من الغرب على أهداف النقل والوقود والطاقة والهيئات الحكومية والبنية التحتية العسكرية الروسية ارتفع بشكل كبير. أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها أسقطت طائرة ميغ 29 ومروحية مي 8 أوكرانيتين في أجواء دونتسك وقتلت نحو 230 جنديا للعدو على عدة محاور خلال 24 ساعة. في جبهة بخموت أقرت القوات الأوكرانية بتعقد الموقف هناك مع تكثيف القوات الروسية للقصف المدفعي. 10 أيام تفصل العالم عن مرور عام على الحرب في أوكرانيا، ومعها تزداد حدة الأصوات الغربية بأن روسيا ستشن هجوما واسعا مع دخول الربيع. في باخموت شرق أوكرانيا اعترفت السلطات الأوكرانية بأنه لم يعد هناك متر مربع واحد بمأمن من نيران القوات الروسية التي باتت تسيطر على 3 من قنوات الإمداد الأربع الأوكرانية باتجاه باخموت. وتعد باخموت هدفا رئيسيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فالاستيلاء عليها سيجعل لروسيا موطئ قدم جديد في منطقة دونيتسك وانتصارا نادرا بعد شهور من النكسات. تشكل مناطق دونيتسك ولوهانسك ودونباس قلب أوكرانيا الصناعي الذي تحتله روسيا الآن جزئيا وتريد السيطرة الكاملة. على صعيد آخر، لا تزال أوكرانيا ترغب في مزيد من السلاح الغربي، وستكون حاضرة في اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل، ولديها أهداف محددة: أنظمة مضادة جوية للتصدي للصواريخ الروسية، وتسليم دبابات وذخيرة حديثة لأوكرانيا، وتدريب جنود وخدمات لوجستية. في الأسابيع المقبلة سيستمر الماراثون الدبلوماسي. نحن سنعمل في اجتماع بروكسل على ضمان أن تنعكس جميع المفاوضات على القرارات الدفاعية لشركائنا في رامشتاين، ومن المقرر أيضا إجراء مفاوضات واجتماعات ثنائية جديدة. وبينما تقول أوكرانيا إنها بحاجة لطائرات مقاتلة وصواريخ بعيدة المدى، يرى الناتو أنه يجب التركيز على تخزين الذخيرة، لأن كييف كانت تحرق القذائف أسرع بكثير مما يمكن أن تنتجه الدول الغربية. يأتي اجتماع وزراء دفاع الناتو بعد مؤتمر عقد في 20 يناير في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، والذي كان مفتاحا لقرارات إرسال عشرات من الدبابات القتالية الحديثة بما في ذلك الأمريكية M1 وأبرامز وجيرمان وليوبارد 2 وبريتش تشالنجر 2. ذكرت وكالة المخابرات النرويجية أن سفن الأسطول الشمالي الروسي ولأول مرة منذ 30 عاما تتوجه نحو البحر وعلى متنها أسلحة نووية تكتيكية. ووفقا لتقرير الوكالة السنوي، فإنه في العهد السوفيتي كانت السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي تبحر بانتظام بأسلحة نووية تكتيكية، لكن لم تعرف مثل هذه الحالات منذ الحرب الباردة. وقال التقرير إنه بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا ازدادت أهمية الأسلحة النووية بالنسبة لروسيا بشكل كبير. أدرج الاتحاد الأوروبي روسيا على قائمته السوداء للملادات الضريبية في وقت تخضع فيه موسكو لعقوبات اقتصادية على خلفية الأزمة الأوكرانية. كما أدرج الاتحاد الأوروبي أيضا جزر فيرجن البريطانية وكوستاريكا وجزر مارشال كذلك على هذه اللائحة التي باتت تتضمن 16 كيانا بعد شطب مقدونيا الشمالية وبربادوس وجامايكا وأوروغواي منها. Thank you.
أعلنت اليابان تعيين الاقتصادي كازو أويدا محافظا جديدا للبنك المركزي ليحل محل هاروهيكو كورودا الذي قاد البنك لمدة 10 سنوات. وسيكلف أويدا وهو أكاديمي وعضو مجلس إدارة سابق في بنك اليابان بقيادة المركزي خلال فترة صعبة، ويتوقع أن يقوم بتعديلات في السياسة النقدية الحالية. كشفت بيانات رسمية أصدرتها الحكومة اليابانية أن الاقتصاد الوطني نما بنسبة 6% على أساس سنوي في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضيين، مدعوما بالتعافي المستمر في الاستهلاك الخاص في أعقاب رفع قيود مكافحة فيروس كورونا. أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد ارتفع بنسبة 2% عن الربع السابق، وأن النمو الاقتصادي لليابان ظل محدودا بسبب انخفاض المخزون الخاص من السلع في البلاد وتزايد معدلات التضخم، ما أسهم في إضعاف ثقة المستهلك مع توقع المزيد من الزيادات في الأسعار في الربع الحالي الممتد حتى مارس. الاقتصاد الياباني ينجو من الركود في الربع الأخير من العام الماضي، لكنه نما أقل بكثير من المتوقع مع تراجع الاستثمار التجاري، مما يمثل التحدي الأبرز الذي يواجهه بنك اليابان في الإلغاء التدريجي لبرنامجه التحفيزي الضخم. البيانات الحكومية باليابان أظهرت أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 2%، وذلك في الربع الأخير من عام 2022 على أساس ربع سنوي بعد نمو سلبي في الربع الثالث للاقتصاد. وعلى أساس سنوي نما الاقتصاد الياباني بنسبة 6% في الربع الرابع من العام الماضي بعد تراجعه بنسبة 1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، في حين كان اقتصاديون قد توقعوا نموا بنسبة 2% في الربع الأخير من عام 2022. الخبراء الاقتصاديون توقعوا أيضا أن يرتفع الاستهلاك باليابان مع استقرار الإنفاق على الخدمات، إلا أنهم استبعدوا تحقيق انتعاش اقتصادي قوي جزئيا بسبب الضغوط من ارتفاع التضخم. التضخم في اليابان بلغ 4% في ديسمبر، وهو رقم لم تشهده البلاد منذ أكثر من 4 عقود. وعلى الرغم من ضغوط الأسعار، رفض البنك المركزي الياباني تغيير اتجاه سياسته النقدية فائقة التيسير، مقتنعا بأن التضخم مدفوع بعوامل مؤقتة مثل تكاليف الوقود. من جانبه، رفع صندوق النقد الدولي بنهاية يناير الماضي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لليابان لعام 2023 إلى 1.8% من التقدير السابق، والبالغ 1.6%. رعت وتيرة نمو الأجور الأساسية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل البطالة استقر عند 3.7% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر الماضي، وانخفضت الوظائف الشاغرة في الفترة من نوفمبر إلى يناير للمرة السابعة على التوالي. في فرنسا استقر معدل البطالة في الربع الرابع من عام 2022 عند 7.2% مقابل 7.3% في الربع الثالث من نفس العام، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 2.2 مليون شخص. وتوقع المعهد الوطني للإحصاء أن يظل معدل البطالة في معدل 7.3% من إجمالي العاملين حتى منتصف عام 2023. قال وزير مالية ألمانيا إن التغييرات في قواعد ديون الاتحاد الأوروبي التي اقترحتها المفوضية الأوروبية لا يمكن الموافقة عليها كما هي. أضاف الوزير الألماني أن البلدان التي لديها مستويات عالية من الديون في أعقاب جائحة كورونا يجب أن تعود إلى المالية العامة المستدامة، لافتا إلى أن الاستدامة ليست قضية بيئية فحسب، بل هي قضية اقتصادية أيضا. nötig. Wir müssen die
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.97 من 100 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 17430 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة وصلت إلى 1.78% ليغلق عند مستوى 2973 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 4478 نقطة. ذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو تباطأ في آخر 3 أشهر من عام 2022، وارتفع التوظيف أكثر من المتوقع مما يؤكد مرونة سوق العمل. أضاف يوروستات أن الناتج المحلي الإجمالي في دول المنطقة والبالغ عددها 19 دولة نما بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي في نهاية عام 2022 وبزيادة 1.9% على أساس سنوي. أضافت يوروستات أن نمو التوظيف بلغ 1.5% على أساس سنوي في آخر 3 أشهر من عام 2022. تعتزم باكستان فرض ضرائب جديدة قدرها 170 مليار روبية هذا الشهر ضمن مساعيها للحصول على حزمة إنقاذ ضخمة من صندوق النقد الدولي. أرجاء صندوق النقد إصدار حزمة مساعدات بقيمة 1.1 مليار دولار والتي تعد جزءا من اتفاق موقع عام 2019 ويبلغ إجماليه 6 مليارات دولار. وقد اختتمت أحدث جولة من المحادثات بين باكستان وصندوق النقد الأسبوع الماضي، حيث أوصى الصندوق إسلام أباد باتخاذ خطوات تشمل فرض ضرائب جديدة. توقع خبراء اقتصاديون أن يشهد معدن النحاس زيادة في الطلب خلال الفترة القادمة، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعره، ويستخدم النحاس في صناعة المعدات الكهربائية والآلات الصناعية. النحاس هو النفط الجديد، هذا ما أكده خبراء صناديق استثمار، حيث توقعوا أن يزداد الطلب على المعدن مع زيادة التوجه نحو خفض الكربون، على الرغم من المعاناة الدولية من نقص إمدادات النحاس على المدى القصير. صناديق الاستثمار أوضحت أن إعادة فتح الاقتصاد الصيني والطلب المتجدد على النحاس من العوامل التي أدت إلى انخفاض في المخزونات من المعدن لتقترب من أدنى مستوياتها، مما سيؤدي إلى ارتفاع قصير الأجل في الأسعار. المحللون قدروا أن النقص السنوي في إمدادات النحاس قد يصل إلى 10 ملايين طن بحلول عام 2030 إذا لم تبنى مناجم جديدة، وهو ما يعني أن الأسعار مستمرة في الارتفاع، ما يعطي عمال المناجم حافزاً لجلب مناجم نحاس جديدة إلى السوق. ومع انتعاش الطلب على النحاس بدأت تظهر مشكلات في المعروض منه، إلى جانب اندلاع الاحتجاجات في بيرو التي تمثل 10% من إمدادات النحاس في العالم، إلا أن الخبراء أشاروا إلى أن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في توقعات النحاس هو التغيير على المدى الطويل. النحاس يعد مقياساً رائداً للقوة الاقتصادية العالمية نظراً لاستخدامه على نطاق واسع في المعدات الكهربائية والآلات الصناعية، وحظي ببداية قوية لهذا العام نظرا لضعف الدولار الأمريكي على المستوى العالمي وتوقعات المستثمرين بزيادة في الطلب بعد إعادة فتح الاقتصاد الصيني. وتعود أهمية النحاس إلى أنه مادة جيدة للتوصيل الحراري والتوصيل الكهربائي، لذا تصنع منه المبادلات الحرارية والأسلاك والتوصيلات الكهربائية، وكذلك يستخدم النحاس في صنع البطاريات والعدادات الكهربائية والصناعية، وكذلك أوعية الطهي.
جددت الولايات المتحدة التزامها بالدفاع عن الفلبين حال تعرضها لهجوم مسلح في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. يأتي ذلك بعد تقارير أفادت بقيام سفينة تابعة لخفر السواحل الصينية بتوجيه شعاع ليزر عسكري إلى سفينة دورية تابعة للبحرية الفلبينية، ما أدى إلى إصابة طاقمها بعمى مؤقت. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن هذا السلوك الخطير للصين يهدد السلام والاستقرار الإقليميين بشكل مباشر، وينتهك حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي التي يكفلها القانون الدولي ويقوض النظام الدولي القائم على القواعد. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش لإعلان عام 2023 عاما للتعاون العالمي لمواجهة التحديات. وقال غوتيريش إن قمة أهداف التنمية المستدامة المقرر عقدها في سبتمبر المقبل ستكون محور عمل هذا العام. وجدد غوتيريش دعوته لدول مجموعة العشرين للاتفاق على حافز عالمي لأهداف التنمية المستدامة لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا لدعم بلدان الجنوب من خلال قمة أهداف التنمية المستدامة. It needs a radical transformation. It is time for a new Bretton Woods moment. A new commitment to place the dramatic needs of developing countries at the center of... عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي. وكان الرئيس السيسي قد عقد عددا من اللقاءات على هامش القمة العالمية. الصديق العزيز عمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبتت السنوات الماضية مدى متانة العلاقات وقوتها. هي وطن ثاني لنا كما أن الإمارات وطن ثاني للمصريين. أحيي أخويا الشيخ محمد وأخويا الشيخ محمد بن راشد وأشكرهم. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العالمية للحكومات في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وتأتي مشاركة السيد الرئيس في ضوء خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الوثيقة والتي تنعكس على التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المائدة المستديرة للشركات المليارية، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، وبحضور مسؤولي عدد من كبريات الشركات الناشئة المليارية في تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة بعنوان استثمر في مصر، تجربة الصندوق السيادي المصري. وعلى هامش المؤتمر التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دبي السيدة كريستالينا جيورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي. اللقاء تناول استعراض أوجه التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، لا سيما في ضوء برنامج التعاون بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دبي الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. اللقاء شهد مناقشة أطر التعاون القائم بين مصر والبنك في القطاعات ذات الأولوية لعملية التنمية في مصر. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دبي السيدة نجلاء بودن رئيسة وزراء الجمهورية التونسية. وعقب انتهاء الزيارة غادر السيد الرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن.
وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، ولا يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. قبيل ختام مشاركته في القمة العالمية للحكومات بدبي، الرئيس السيسي يلتقي رئيس البنك الإسلامي للتنمية ورئيسة وزراء تونس. مدبولي يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات مقترحات لدعم الصناعة وتيسيرات أسعار الأراضي الصناعية وطرق السداد. رغم مرور 8 أيام على الزلزال المدمر، إنقاذ 4 أشخاص من تحت الأنقاض في تركيا وحصيلة الضحايا تصل إلى 32,000. ختام النشرة الثالثة أتتكم من التلفزيون المصري. تحية لكم وإلى اللقاء.